إذن مستمعينا في دوزة اليوم كاقترح لكم بانكيك بسميدة رقيقة، الطريقة ديالو سهلة وكيجي لذيذ وخاصة يعني كيعجب الوليدات الصغار. نتمنى أنكم تجربوه إن شاء الله. غادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا بانكيك، غادي نحتاجوا الجوج ديال البيضات، جوج معالق كبار ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الحليب، كيس واحد ديال الفاني، جوج خمارات ديال الحلوى، قبيصة ديال الملح، ثلاثة ديال الكيسان ديال السميدة الرقيقة. إذا غادي نعاود باش نوجدو بانكيك بسميدة رقيقة، يعني بانكيك بحال لي كريب، غير هو هاد لي بانكيك كيجيو محمرين كتر وكيجي الحجم ديالهم يعني شوية غليظ مقارنة مع لي كريب يعني تيكونوا رقاق. فقلنا غادي نحتاجو في المقادير، غادي ناخدو جوج ديال البيضات، غادي نحتاجو كذلك جوج معالق كبار ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت كنعبرو بالكاس ديال العنبة، واحد نص كاس ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الحليب، ساشي واحد ديال الفاني، جوج خمارات ديال الحلوى، قبيصة ديال الملح، وثلاثة الكيسان ديال السميدة الرقيقة. هادو هما المقادير. وبالنسبة لطريقة تحضير بانكيك، فغادي ناخدو أول حاجة دوك جوج بيضات، غادي نخلطوهم مزيان مع جوج معالق كبار ديال السنيدة، نضيفو ليهم واحد ساشي واحد، واحد الكيس واحد ديال الفاني، ونبداو نخلطو دوك جوج بيضات مع جوج معالق كبار ديال السنيدة مع كيس واحد ديال الفاني. ملي تخلطو مزيان والسنيدة والفاني يدوبو مع البيض، عاد ديك الساعة كنضيفو داك نص كاس ديال الزيت، وهنا كنعبرو بالعنبة، ونص كاس ديال الزيت، ونضيفو دوك جوج كيسان ديال الحليب. دائما القياس ديال كاس ديال العنبه جوج كيسان ديال الحليب، وكنبداو نخلطو تدريجيا حتى كيتخلط داك البيض مع السنيده مع الفاني مع الزيت مع الحليب. وعاد في اخر مرحله كنضيفو ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه، ونضيفو دوك جوج خمارات ديال الحلوه وقبيصه ديال الملحه، وكنخلطو كنحصلو على عجين اللي هو مرخوف يعني بحالو بحال البغرير بحال العجين ديال الكريب. ومباشره فكناخذو هذا الخليط وكنمشيو كناخذو المقله الخاصه بالك كريب والخاصة بالبغرير واللي ما كتلصقش، وكنفرغوا فيها واحد الكمية من هذا الخليط، يعني كنهزو مغرفة أو لا مغرفة ونص. وباش نتحكموا أكثر في الخليطة ديال البانكيك، إما ناخذوا هذاك الاطار ديال الحرشه، هذاك الاطار اللي كنقادوا به الشكل ديال الحرشه، اولا داك الاطار اللي كنقطعوا به البني، ونحاولوا على نديروا في الوسط ديال المقله، ونبداو نهزوا ديك المغرفه في الوسط ديال داك الاطار، فغيجيونا كلهم متساويين في الحجم ديالهم. اللي كيطيبوا راه دغيا كيطيبوا، كنقلبوهم للجهه الاخرى كيجيونا محمرين وكيجيو صغيورين يعني قد البغريره، وكيكونوا شويه غلاض مقارنه مع لي كريب. واللي ما عندوش هذاك الاطار ممكن على انه باش يتحكم كذلك في الخليط ديال البانكيك كيكون مرخوف، غادي ناخذ غير داك البريق ديال القهوه تيكون الفم ديالو شويه رقيق، وكنديروا فيه هاد الخليط ديال البانكيك. وبنفس الطريقه ممكن نديروها في لي كريب، وكنهزوا من الفوق يعني، وكنخليوا هذاك الفم ديال البريق يبقى داك الخليط ينزل مباشره في الوسط ديال المقله، حتى كيعطينا على شكل ديال دائره باش كنتحكموا في الخليط، وفي نفس الوقت كيجينا باشكال اللي هما متساويين. وكيف قلنا كيتحمر من الجهه بالسباتول بالمعلقه ديال الخشب، كنقلبوه للجهه الاخرى حتى كيتحمر، وكنحطوهم في واحد المنديل ونغطيوهم حتى كنكملوا الخليط كله. وديك الساعه كيبقى الاختيار، الا بغينا نقدموا لوليداتنا ممكن نديروا الشوكولات مدوب مع شويه ديال اللوز، اولا معلقه ديال الحليب مخلط مزيان، اولا نديروا الشوكولات للدهن ونرشوا بشويه ديال اللوز، اولا ندهنوا بشويه الكونفيتور، اولا بالنسبه للكبار ممكن يدهنوا بشويه ديال الزبده والعسل. وصحه.